روغة مسرحة ولعب بني أدمين. كان محتمل يتلخبطوا ويبدلوا البراويز، تريز هتبقى خديجة وخديجة تبقى تريز. القصة كده بالهداوة مش اختيار أو نقاوة، ياللي في عينيكوا غشاوة كله اتخلق من طين. كان محتمل يتلخبطوا ويبدلوا البراويز، تريز هتبقى خديجة وخديجة تبقى تريز. القصة كده بالهداوة مش اختيار أو نقاوة، ياللي في عينيكوا غشاوة كله اتخلق من طين. ولا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده يا شيخ حمزة؟ بنت ناس مفيش في قلوبهم رحمة، لقيتها مرمية قدام الجامع. يا ساتر يا رب، حد يرمي لحمه؟ ربنا يستر أعراضنا يا ابني. الحرام أخرته كده. اسمع يا شيخ حمزة، الموضوع ده مسؤولية ولازم تبلغ البوليس. ليه؟ بوليس على إيه؟ ما نفتش كده يمكن نلاقي ورقة ولا جواب ولا حاجة فيه. ورقة ولا جواب إيه؟ ده الكلام ده ما بيحصلش إلا في الأفلام بس. الفجر، الفجر يا شيخ حمزة، قوموا بينا نصلي الفجر وبعدين نرجع نشوف لنا حل في المصيبة دي. خير؟ شايف يا ابونا؟ لقيت الطفله دي قدام الكنيسه، دي لسه لحمه حمرا. بس طالما امها او ابوها رماها قدام الكنيسه عندنا هنا، يبقى اكيد من الناس اللي ساكنه حوالينا. اصل قبل كده عندنا في المطريه لقوا بنت برضه قدام الكنيسه، في ناس قالت ان امها مسلمه وحطتها قدام الكنيسه عشان ما حدش يشك فيها. طب ده هنعمل فيها ايه؟ الأستاذ لمعي كان طلب مننا ندوره على عيلة بناه، أصل مراته ما بتخلفش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أيوة مولانا، بس دي مش يتيمة، دي لقيطة، يعني بنت حرام ومكانها الملجأ. يا أخي أنا ما بحبش تعبير بنت حرام ده، هي ذنبها إيه في اللي عملته أمها ولا أبوها؟ أنت ما بتقراش في الجرايد عن المهازل اللي بتحصل في الملاجئ؟ مفيش رعاية، ده بيخرجوا العيال مجرمين والعياذ بالله، ما تعرفوش حد يكفلها. بقول لكم يا جماعه، انا هتوكل على الله واكفلها انا. الله، بس انت يا حسن عندك صلاح وشيرين، ربنا يخليهم لك. نشوف حد يكون ما بيخلفش. ما بيخلفش ايه يا شيخ حمزه؟ ده احنا هنا في الصين الشعبيه، هو في هنا حد ما بيخلفش؟ الناس هنا كلها غلابه، غلابه قوي. وهو الاستاذ حسن يعني ربنا يكرمه كده وميسور الحال، والله العظيم ما بحسد يا استاذ حسن. يا سيدي ربنا يرزقنا ويرزقنا على حسها ان شاء الله. والله انا عندي ام صلاح كانت زعلانه قوي لما سقطت المره اللي فاتت ولما عرفت انها مش هتخلف. دي هتفرح قوي لما تعرف ان احنا هنتبنى المسكينه دي. مفيش تبني في الاسلام يا شيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. عايز تربيها يبقى نختار لها اسم عشان يبقى لها شهادة ميلاد. خلاص أنا هسميها خديجة. خديجة على اسم المرحوم والدتي الله يرحمها. الله، بقول لك إيه يا أستاذ حسن، طالما المدام عندك كده بتحب الولاد، أنا عندي جوز عيال مغلبيني قوي، تاخدهمش ينوبك فيها سواء. الله يجازيك يا شيخ.
صباح الفل يا دودي. صباح الخير يا حبيبتي. والنبي بتستني 10 دقايق، خديني معاكي في الطريق، بتنفعي قوي في المعاكسات. هو انا مش اديتك كذا درس في الموضوع ده؟ اعتمدي على نفسك شويه بقى، حسابك تقيل قوي. صلاح بطل رخامه، انا اتاخرت جدا على الصيدليه، وبعدين ما حدش هيستعمل في اوضتي. عاجبك كده يا بابا؟ سيبك منه وشيرين يا بنتي، ما انت عارفه غداتي اخوكي. كبري دماغك، خليك انت كبيره يا دكتوره. تعالوا افطروا معايا على ما يخلص هو. اتفضلوا. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. عايزاكم تدعوا لي بقى عشان عندي مسابقه شعر في الكليه النهارده. ان شاء الله هتكتسحيها زي كل سنه. ان شاء الله. خلصي الكليه بتاعتك وعدي عليا في الصيدليه عشان نروح نشتري فستان عيد ميلادك. مفيش داعي. ايه ده؟ وانت كل سنه تعملي برضو عيد ميلادك بالضرب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ استنى، انا ازاي نسيت؟ صحيح، كل سنه وانت طيبه حبيبتي. حضرتك طيب يا بابا. انا بقى مش ناسيه، بس شايلة هديتك هديها لك بالليل في عيد ميلادك. اما انا عامله لك تورتايه، انما ايه عجب. انتوا ليه بقى كتبتوا يوم ميلادها في الشهاده في نفس اليوم اللي اخدتوها فيه من الملجا؟ اكيد هي اكبر بكام يوم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت ايه عديني الاحساس؟ انت ليه بقيت مصر دقيقه؟ انت ما كنتش كده، ايه اللي جرالك؟ ما انت كنت زمان بتهزر معاها وتضحك معاها وكل حاجه زي اختك واكتر. ايه اللي حصل؟ يا سلام، وانا فاجئتها يعني ما عارفه كل حاجه؟ ولا منها يعني مش بنتكم وتدلعوها اخر دلع واحنا اللي نتبهدل؟ وانت حد داسلك على طرف؟ حاسب على نفسك يا حسن، انت عندك الضغط. لو خايف عليا من الضغط خلي ابني ده يغور من وشك دلوقتي. ليه؟ هو انا عوره؟ خليك، انا اللي هغور من وشك، انا اللي همشي. يا ساتر يا ساتر. هو ماله؟ انا عملت له حاجه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بونجور يا اخت تريز. صباح الخير. كل سنه وحضرتك طيب. انا النهارده على فكره يوم جميل جدا، عشان انا يعني بالصدفه كده عرفت ان عيد ميلاد حضرتك النهارده. ومين قال لك ان النهارده عيد ميلادي؟ من الناس. لا يعني قصدي ابونا ابرام هو اللي قال لي. هي دي معلومه سر؟ مش الكنيسه كانت اولى بثمن الهديه دي؟ طبعا، مع حضرتك حق يعني. بس في حاجه تانية انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع تاني يعني. هي رينو. لا مش العربيه، رينو دي بنت الاستاذ شحاته. الحقيقه هي حد متفوق جدا يعني، وخريجه اعلام، وهي كانت يعني نفسها تشتغل في مجال الاعلام، والا طبعا ما كانتش دخلت اعلام. اي حد بيشتغل في الاعلام يعني، فكانت عايزه تتدرب في قناه النور المقدس. وانا لما عرفت قلت اكيد يعني حضرتك يعني ممكن تخليها تتدرب. هو حابب يشتغل معاهم لسه؟ ايوه. طيب يعني حضرتك ممكن تخليها مثلا تتدرب في القناه؟ هبلغهم، هم اكيد الاول هيعملوا لها اختبار. تمام، ميرسي جدا ليك يعني. نعم. ازيك يا ادوار؟ نشكر ربنا على الملامح. ازيك يا طنط امال؟ ادوار، مش جاي النهارده عيد ميلاد تريز؟ طبعا هاجي. ايه ولا ايه؟ لا مدام مارسيل هاجي. السؤال الاخير مطلوب من كل متسابق ثلاث ابيات من الشعر العربي تبدا بحرف اللام، فلتتفضل المتسابقه خديجه. لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلابا. البيت الثاني. ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد.
البيت الثالث. مش كفايه جنود على المحلقه في وشها وعماله تقول شعر مكشوف؟ مين نجوم؟ ولا اياك مستني تسمع شعر الباحي اكتر من ليت هند انشفتنا مما تجد. الباحي ايه؟ هو يعني الشعر كان حد ايه هو اللي مما نجد؟ يا راجل سامع عني كل واحد تفسيره. ضربك ايه يا كان؟ بهزر معاك يا اخي. شيخ حربي اعتقد ان احنا ضيعنا وقت كتير في موضوع المسابقه. يا ريت نستعد لصلاه الظهر باذن الله. قوم. نشكر المتسابقة خديجة، فليتفضل المتسابق التالي. كوباية شاي يا أبو كامل ترجع العقل الشارد. تسلم وتعيش يا بنت الأصول. مادام جبت سيرة الأصول يبقى لازم أن توافقني على اللي في دماغي. الله، كوباية شاي تمام، أوافق ولا أرفض؟ مش في الأول أقرأ اللي في دماغك؟ مش دي برضك الأصول ولا إيه؟ تحبني دغري ولا أعمل زي النسوان وألف وأدور عليك؟ أنت ما تعرفيش تلف وتدور يا حاجة، طول عمرك دغري. ما هي الصراحة ما فيش أحسن منها. شوف يا أبو الأستاذ، ولدنا ربنا يحرسه لشبابه كلها كم شهر ويخلص دراسته ويرجع لنا منصور بإذن الله. مش الواجب برضه نفكر من دلوك هنعمله معاه إيه؟ نفكر فيه يعني بخصوص إيه يعني؟ يعني أول ما ربنا يرزقه بشغلانة لازم أن يفتح بيت ويبقى له عيلة. آه، قصدك يتجوز؟ الله ينور عليك، تمامك ده؟ إن كان على مصاريف الجواز ربنا يبعتها ويقدرني عليها. مهم هو بيفكر فيه عشان دي حياته مستقبله، وبربا حاطط عينه على بنت فلان علان. اقرا دماغه في الاول وبعدين نتكلم. كامل مفيش في دماغه غير العلام وعبادته. سبق ليا الكلام معاه وقال لي يوم ما ربنا ياذن انت يا امي اللي هتختار. واخترت يا حجه ست البنات وشرفك. تربية ملوكي، جمال ايه وحلاوة ايه، فلقة قمر يا ابو كامل. يا بخته اللي هتكون من حظ ونصيب. وتطلع مين ان شاء الله؟ مين؟ هانا بنت الحاج عبدايم خاطر، سنها جول. بس لا سنها ولا عمرها، كفاية يا حاجة. واه، في ايه يا ابو كامل؟ احنا يا دوب عم نتكلم. واول واخر مرة نجيب سيرة الجماعة دول. يوقع مربربة ناس علي أيوب يناسب عبدايم خاطر؟ ده لو بنته نازلة مع النطرة من السماء. حد الله بيننا وبين الجماعة دول. ليه بس يا أبو كامل؟ ما ولدك معاشر أخوها بقاله سنين. تفرق يا حاجة؟ دول شابين في العلام، يخني الجواز قصة تانية. الخواطر دول عاملين كه الدوامة اللي يخش جواها قدامه سكة من اتنين، يا يلف معاها ويبقى زيها يا يعاند وتيجي غمراه في جوفها. ابوها بخاطر الكبير كنيل كان كلب الحكومه. ابويا الله يرحمه قال لي ما حدش كان يستجري يفوت على ابوها بخاطر وهو راكب. النفر اول ما يشوف ابوها بخاطر يتدلى من فوق حمارته طوالي. كان بيربط الخلق في الشجره اللي قدام بيته ويجلدهم. ليه؟ عشان محمي من الحكومه. بس دي حواديت وانتهت. لا ما انتهتش، ده ظلم موروث، والظلم ظلمات يوم القيامه. بس عبدايم غير جدوده اللي ما يعرفش يقول عدس، ده زيهم وسخم بس عقله متنور وبيعرف يبلف الناس. عبد ناصر الله يرحمه خد منهم الارض، عبدايم اما عوده نشف غطس وقب ورجعها اضعاف مضاعفه. الكلام ده وصلني منه طراطيش في قاعدة الجنايز وكنت عم اكذبه. لا حصل، واللي اكتر منه حصل كمان. بس الناس بتخاف تقلب في الدفاتر، الخواطر نفسهم زمانهم نسيوا القصص دي بعد ما دفنوها في صدرهم لغاية ما بهتت. اما قصة الحنش اللي رباه عبدايم اللي اسمه توفيق
فدي أطول من قصة أبو زيد. أبشوا الجارة مواويل الشيب. بس أنت رايح جاي عليهم. حكم الزمن والأيام، مصالح الخلق بين إيديهم ولازم أمشيهم. بكفاية حاجة نقطت وضوي. ابقى اطلعي نادي على هنا يا صباح، الظهر وجب وهي لسه نايمة. قولي لها اختك تحية عايزاك، ولو ما رضتش قولي لها تعالي ابوك عايزك تعملي له القهوة. يا بنت ما تسيبيها نايمة، هي نايمة على راسك مش فاهم، حطها على راسك وزعجة على طول. والله ما انا عارفة اخر دلع اكليها هيجيبنا لفين. بقول لك ايه يا حاج؟ ايه؟ اطلب حربي على التليفون نطمن عليه. تليفونه مكفوه. تعرف الامتحانات قربت وزمنه عم يذاكر، كان زمانك دلوقتي أم البيه الضابط لو كان دخل كلية الشرطة. لكن نعمل ايه بقى للواد كامل؟ واد علي أيوب قاعد يزن على دماغه لغاية ما دخل اللي اسمها دار العلوم دي. يعني مش كنا ريحنا شوية؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كتر خيرك يا بنتي، كتر ألف خيرك. تعبتي نفسك ونزلتي لك يجي 100 سلمة، تعبتي ها؟ مالك يا بنتي بتتأخري في النزول ليه؟ فين رمضان؟ ياما أنا قلت لتوفيق يجيب لنا بيت جديد بدل ما كل يوم والتاني سمعيني الكلمتين دول. ورمضان حبيب قلبك في المدرسة، على الله يفلح السنة دي وياخد الدبلوم بدل ما يطلع لأبوه. أها سامعة محاربي؟ يعني أشوف لي مطرح جديد أقعد فيه لوحدي وأسيبها في رقبتكم؟ ما أنا لو بنيت بيت جديد هشوف له عروسة جديدة بالمرة. قال عروسة جديدة جاي. ولا يهمك يا توفيق، ده بيت العيلة، اللي مش عاجبه يرحل. أنت سيد الناس كلها يا توفيق، أما صفاء بسيب أدبها علي أنا. أنت لابس كده ورايح على فين؟ أنا روحت الوحدة المحلية قبضت وجيت، غيرت هدومي وهروح أقضي مصلحة وبعديها هعدي على الشغل. قومي يا صفاء ساعديني في المطبخ، عشان أنا تعبانة قوي النهاردة. من عينيا الاتنين يا تحية، أنتِ تؤمري يا أمي. بس عشان خاطري، مش عايزك تزعلي من كامل. هو صح زعلان، بس قلبه أبيض. أنا مش فاهمة أنا عملت له إيه؟ حربي! أنا مش قادرة أتصور إزاي حضرتك في دار علوم وبتعتبر إن الشعر تضيع وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. صدق الله العظيم. بس أنت نسيت إن بعد الآية دي على طول آية بتقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين الشعر جزء من دراستنا يا أخي. وعلاقة الدراسة بإن بنت توقف على المسرح وتشعر وتسيب الرجالة يبحلقوا في وشها. رجالة ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ دول زمايلي وزمايلك بقى انا معاهم 4 سنين. بعدين في الحقيقة يعني كلهم مؤدبين ومحترمين، وانا يعني جايب حاجة من عندي؟ ربنا هو اللي قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. انا ما بخضعش بالقول يا كامل، واللي في قلبه مرض انا اعرف كويس قوي اوقفه عند حده. خديجة ايه؟ بدور لك ايه؟ تجري وراها ولا ايه؟ ما فيهاش حاجة احلى يا كامل، كنت طيب خطرها بكلمتين. حاج عبدايم احنا على يدك، كلمنا طوب الارض، لحد عبرنا ولا سأل فينا. معديت المقدس سلمان ما سداش، وبني خاطر هتنها اليوم الدين مقسومه شرق وغرب. اللي في شد عايز يعدي النيل، واللي في غرب عايز يعدي الشرق. يعني الكبري لازما وبد ينعمل عشان ارواح الناس دي. الله يا حاج علي، انا لما كنت في الاجتماع مع المحافظ وأمين الحزب الوطني قلت نفس الكلام، وانت عارف حجرة الحكومة قال ايه؟ مفيش فلوس. ازيك يا صباح وزي رشد جوزك. تعيش يا استاذ. ام كامل كنت عايزاك يا ابو عدي عليها. من عيني اعدلها شرق مخصوص. ما تسيبك انت من بني خاطر الشرقية وتيجي تقعد عندنا في غرب. وبعدين انتوا يعني كم بيت هناك مسلمين؟ 4 ولا 5؟ تعالوا ابنوا عندنا وسيبوها للمسيحيين. والله انا بيت ابويا هناك، افوتوا ليه؟ هم كانوا اقباط عملوا لي ايه عشان اسيبه؟
أقول لك على فكرة جديدة حاج، إيه رأيك تشتري معدية جديدة وأنت يعني ما شاء الله ربنا فاتح عليك وتقدر على مشروع زي ده؟ أنت تقدر على زعل أصحابك المسيحيين؟ ماني لو جبت معدية يبقى كده بنعادي معدية ولاد تاكلة، وبعدين عيب برضو إن إحنا نقطع عيشهم. هتاني حاجة إحنا الخواطر، يرضيك إن إحنا نشتغل مراكبية؟ لا لا مش القصد يا حاج، القصد نحل المشكلة. حدش عنديه ميزانية يشتري، واللي معاه مكبر دماغه. أني مش مكبر دماغي ولا حاجة، بس أول هام لو جبت المعدية هيقولوا إنني بحارب سليمان تاكلة في رزقه. تاني هام تشوف لا مؤاخذة حد محتاج يعمل الموضوع ده، لكن إحنا الخواطر الحمد لله مش محتاجين علشان نشتغل مراكبية. وهو ده المطلوب. واحد زيك يا حاج لما يجيب معدية جديدة مش هيجيبها عشان يلم من كل نفر جنيه، لا، انت بتعمل كده مصلحة للبلد. معدية المقدس موجودة صح، بس تروح تركب يقول لك استنى اما العدد يكمل، اما تدفع 35 جنيه عشان تعدي. كلام اهدى. اني كان علي انا نفسي نخدم بني خاطر شرق وغرب، بس انا يعني خايف من المشاكل والامور تخش في بعضيها. او هو ده دور الدولة، مفروض الدولة تقدم لنا خدمة من غير ما تدور على مكسب. لكن الدولة دي الوقت في وادي والناس في وادي، يبقى ما قدامناش غير ان احنا نتكل على ناس مقتدرة زيك كده. ربنا يعمل ما فيه الخير، ممكن تيجي من عند ربك ويحلها والكبري تعمله الحكومة. يسمع منك ربنا، فكر انت صح واستخير ربك، وان شاء الله حل المشكلة هيبقى على يدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي كانت ناقص تضربني يا جدع، اقسم بالله العظيم ثلاثة، لولا شبت ما كنت عرفت اربيها. احنا من ساعة ما جينا وانت ما بطلتش الشتيمة فيها. ما خف شوية يا جدع، هي جت عملت لك ايه يعني؟ ما عملت ليش انا يا ابو عبد الدايم، عملت لك انت. هي عارفة انك عم تحب الشعر، بقى طول النهار مستلمة ودانك بقصائد الحب والغزل، بلا عشان يعرف اخلاقك وتمسكك بدينك وادراكك لمسؤولياتك كشاب بتعد نفسك لان تكون جندا من جنود الله. كنت ظنيت فيك ظن تاني. ظن تاني كيف يعني؟ انت بتفكر ازاي يا كامل؟ خديجة بنت مؤدبة وتعرف دينها كويس، وانا عايز اتجوزها على سنة الله ورسوله، مش برضك الجواز من اولويات ديننا ولا انا غلطان؟ انت مش عرضت عليها الجواز السنة اللي فاتت ورفضتك؟ سيبك يا ابو عمو من الحجاوة دي، البنت دي لا هي من توبنا ولا ابوك هيرضى بيها. لا هيرضى يا كامل، وبعدين هي ما رفضتش، هي قالت ساعتها انه مش وقته، وكان عندها حق يا راجل. ساعتها كنا في سنة تالتة، لكن دلوقتي خلاص نفسنا رابعة وقربنا نتخرج، يعني ينفع تقدم لها؟ وبعدين بطل رد في حريق ملوش عازم، انا مخلوق ما طلتش روحي. انت عارف اني خايف عليك، انت مش قد بنات مصر يا حرب. انت يوم ما تتجوز تتجوز واحدة بنت ناس ومتربية زي اخواتك البنات اللي ما حدش شاف طرفهم، مش يوم ما تتجوز تتجوز واحدة لحد السنة اللي فاتت عم تلبس بنص كم. وايه العيب اللي في خديجة خليك تقول عليها مش متربية؟ شفت عليها حاجة؟ بصراحة انا ما بلاش حكاية عمها اللي مربيها دي. قال ايه؟ ابوها وامها ماتوا في حادثة وهي صغيرة وعاشت في بيت عمها. انا ما يدخلش دماغي الحديد ده، لكن يدخل دماغك انت، عشان انت طول عمرك قلبك طري زيادة عن اللزوم والشعر واكل دماغك. كامل دي اخر مرة نتكلموا في الموضوع ده، دي حياتي وانا حر فيها، وخديجة احسن بنت في الدفعة، انت فاهم؟ فاهم يا حربي فاهم، بس ما تنساش المهمة الاكبر اللي ورايا وراك. احنا ناس مش عاديين، احنا ناس وهبنا لنفسنا هم كبير، هم هداية الناس واخرجهم من الضلال اللي هم فيه، وده هيحرمنا من متع كتير غيرنا ممكن ينبسط فيها. لما نخلص ونرجع بني خاطر هيبقى قدامنا شغل كتير، وانا عايزك تبقى في كتفي يا صاحبي. وخديجة مالها ومال ده كله؟ هو الجواز ضد دعوة في سبيل الله؟ ما كل الإخوة اللي سبقونا متجوزين، وفيهم اللي متجوز ثلاثة كمان. ليه كل ما أكلمك عن جوازي من خديجة تكلمني عن الدعوة والمسؤوليات؟ يا أخي خليك صريح معايا، لو شفت عليها حاجة قول لي، لو ما شفتش يبقى ملوش عزل الحديد ده. ها؟ حد خلص؟ وريني كده؟
ده المذبح؟ ما هو انت لو بتيجي الكنيسه كنت عرفت ازاي شكله عشان ترسمه. اتفضل ارسمه من اول وجديد. اخت تريز بالراحه على الولاد شويه، دول لسه صغيرين. في ايه يا تسوني فيبي؟ حضرتك اتفضلي اعملي اللي انت كنت بتشتغلي فيه. الولاد دولت لازم يعرفوا ان احنا بنيجي هنا مش علشان نضحك ونلعب، احنا جايين هنا عشان نقرب من ربنا حتى واحنا بنرسم او بنسمع قصص. معلش اخت تريز، ممكن اخد الولد؟ لسه مصره تنقلي الولد؟ غصب عن الحضانه الجديده اسهل بكثير. بس دي حضانه عاديه وفيها مسلمين، الولد مش هيعرف يتابع دينه وهتتعبي جدا معاه. معلش بعد اذنك يا اخت تريز، احنا كلنا يا مدام اتربينا وتعلمنا في مدارس وحضانات عاديه وحبينا ديننا وفهمناه كويس قوي. انا شايفه ان اللي انت بتعمليه ده هو الصح، لكن اللي مش صح ان احنا نقفل على نفسنا وننعزل. اظن مش من الذوق ولا الادب ابدا يا تسوني فيبي انك تقاطعيني وانا بتكلم، ولازم كل واحد يحترم تخصصه، واذا ما كنتيش عارفه تحترمي تخصصك على الاقل اعرفي ان انا اقدم منك في خدمه الكنيسه. انا متربيه في مدارس قبطيه ومعايا بكالوريوس في التربيه. معلش يا جماعه انا لازم امشي. انا قصدي مصلحه الولد. زمان وانا صغيره ودوني حضانه عاديه ما كانش فيها حد مسيحي غير ولد تاني صغير. المسلمين الاطفال كانوا بيتريقوا علينا خصوصا واحنا بنقول ترانيم. ما كانش عندنا اصحاب، كانوا كلهم بيلعبوا مع بعض الا احنا، ما كانش عندنا اي اصحاب يلعبوا معانا. انا مش عايزه ابنك يتعقد. طب اعمل ايه؟ غصب عني الحضانه بعيده. معلش مضطره استاذن. انا عملت اللي عليا. على فكره انا محترمه كويس قوي تخصصك، بس انا حسيت ان انا لازم اقول رايي. تقولي رايك وانا بتكلم مع ام الولد؟ بلاش بقى نعمل زي العيال الصغيره ونجري على ابونا علشان نشتكي له. تفتكر ان تريز هتيجي عيد ميلادها ولا هتطلع من الكنيسه على بيت المكرسات؟ شوفي يا امال، ادام ابونا ابراهيم قال ان هو جاي فهي كمان لازم تيجي، وانت عارفه بتحبه قد ايه. حق، دي بتحبه اكتر مني ومنك، وبتحب الكنيسه اكتر من البيت اللي اتربط فيه. بصراحه يا امال ما تجيبش المثل اللي بيقول يا مغبي في غير ولدك يا باني في غير ملكك. تريز مش بنتكم، علشان كده البت مش بتحن ليكم. يا سلام، مين اللي قال الكلام ده؟ دي بتموت فينا، بتموت في ابوها وبتموت في امها. بس هي بقى مشكلتها ان طالع في دماغها موضوع الرهبنه، قلت لابوها يمنعها، هو اللي ما قالهاش حاجه. يعني هي تندر عمرها لخدمه الكنيسه وانا امنعها؟ لا، ده يبقى حرام عليا. فاكر يا امي؟ فاكر زمان؟ كانت تقف في دماغي ان انا اتغهبل. ايه؟ لا ضحكتيني بجد، لا بجد، ده انت لو اترهبنتي يا دي النيله، طب ايه اللي كان هيحصل؟ طب كان مين هيقصف يا اختي اعمار جوزك اللي ماتوا بدري بدري دول؟ ايه السكر ده؟ هو انا يعني اللي كنت بخنقهم؟ اقومهم كده انا مالي؟ يا مارسيل يا اختي، انت حليتي اكبر مشكله عند المسيحيين اللي هي مشكله الطلاق. ليه بقى؟ لان كل ما تتجوزي واحد تقصفه عمره ونروح نعزيكي بعد اسبوع فيه. انتوا زخف قوي. انتوا بتقسموا عليا انتوا الاثنين؟ طب وربنا قوم امشي. لا لا ولا تمشي ولا حاجه، انا بقى اللي هروح اجيب لكم اللوازم بتاعه الحفله بعد اذنكم. خليكي قاعده، اوعي تمشي. ها امال يعني مين اللي هيموت لنا العرسان اللي جاي؟ بقول لك ايه؟ معلش يا حبيبتي ما تعيطيش، اهدي خليكي في حال تعيشي وتموتي. اوب، مفيش حاجه تيجي كده، اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان. هي يا ابني اسمعني، هتلوعني تاخد عيني كمان. مفيش حاجه تيجي كده، اهدى حبيبي كده وارجع زي. هات لي شاي تجيل يا كاريوكي. مفيش اتجل من دمك، لازمته ايه الكلام ده؟ عاد انا اسمي رشدي ابو جميل. تطلع كاريوكا دي. خلاص هنقول لك يا رشدي ابو جميل كاريوكا. التنحل يا ولد. ما هو بصراحه رقصك جامد قوي يا رشدي، اقول لك اعمل لك صفحه على الفيسبوك. والله تكسب ده. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هات قهوه كاريوكا. حاضر حاضر يا عم توفيق. ديريت بالاجاره شارجه، واد ربيع جاد جات له انفلونزا الخنازير ومات. عرفت يا فجري. يا واد مفيش مره تجيب خبر يسر ابدا. يعني عايز تغلبه وادهنيه، يجيب لك خبر عن شريط عمرو دياب الجديد يا عم توفيق. حيات امك لو ما سكتت اللي كنت فاتح دماغك. خلاص خلاص يا زغلول، روح الله يسهل لك، روح. والله العظيم فضلش غير واد سعديه الهبله هو اللي بيتكلم. البلد باظت يا عم توفيق. يا واد خلاص روح. سنك طويل قوي يا اخويا.
القهوة، القهوة عم توفيق. شفتش رمضان يا كاريوكا؟ لا ما بانش النهاردة، بس ورحمة أبوك عم توفيق، بلاش حكاية كاريوكا دي عشان العيال مسكوه علي. وانت طول يا هاد عبيط انت. طب ده مصر كلها كانت عم تتهز مع هزة وسطى. يلا يلا هزلنا شوية يلا عشان نطلع من الغم اللي احنا فيه ده. يلا كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة. طيب يا لمى. عقبال 100 شمعة يا حياتي. شكرا يا ماما. مش هتشوف الهدية بتاعتك ولا يا بنتي؟ شكرا يا بابا، أنا مش عارفة من غيركم كنت زماني ما كنتش موجودة في الدنيا أصلا. يا جماعة أنا جاية النهاردة مخصوص عشان أعتذر لدريز لأن أنا زعلتها مني في الكنيسة. وطالبة منها بقى إنها تسامحني حتى لو اختلفت أنا وهي في الرأي. كلنا خدام للكنيسة. ربنا يديم المحبة بيننا والهدوء والسكينة. يا رب. مارسيل. أيوه. قولي لي أنت متجوزة مين دلوقتي؟ لا أزعل، صدقوني أزعل. هو لحد دلوقتي عايش. ايه يا ابونا؟ هو انا يعني بحرقهم؟ ما هم اللي بيموتوا، هو ذنب يعني؟ بنضحك معاك يا بنتي. لا بزعل صدقني يا ابونا. انا عايزه اولعها يا لمع. منين؟ ما بشربش سجاير. عندك انت طنط. انا معايا ولاعه. ايه ده؟ كل سنه وتريز طيبه وفي خير. ايه ده ادوى؟ انت بتشرب سجاير؟ لو المسيح الحي انا بس عامل حساب معايا ولا انا معايا شمع كمان على فكره. جاي شمع. ولع يا ادوار ولع. بس كل سنه وانت يلا بقى متجمعين كل سنه مع بعض. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو تريز، هابي بيرثداي. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. حضرتك طيبة يا ماما. عقبال ما يتفك نحس انا وكريم يا رب. مفيش نحس ولا حاجة، كلها كام شهر وتباركوا لنا. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. وحضرتك طيب يا بابا. على فكرة بقى الهدية دي بتاعت انا وبابا، انا ما لحقتش اجيب هدية. شكرا. هاتي بقى انا كمل. مشكور. ايه مش هترقصي ولا ايه؟ السنه اللي فاتت ولعتي الصلاه رقص، ولا خلاص اتحجبنا وبقينا مشايخ؟ ربنا يهديك زي ما هداني يا صلاح. خساره مع انك حلويتي ودورتي عن السنه اللي فاتت. هو الحجاب بيداري صحيح، بس ما بيداريش كل الذكريات. طب انت فاكره البوسه اللي خدتها منك السنه اللي فاتت كانت في نفس المكان هنا، مش ناويه تاخدي الكاميرا بتاعتها؟ صدقيني يا مال انا زعلان من نفسي قوي من ساعه قلت لتريزا الحقيقه، حقيقه انها مش مدينا. ليه؟ هي قالت لك حاجه؟ هي ما قالتش، بس انا حاسس بيها انها تعبانه متوتره وعماله الاسئله تروح في دماغها وتيجي وتقول انا بنت مين؟ اهل مين؟ انا لقيطه ولا ربي سامحني، ولا انا بنت خطيه؟ طب احنا كنا هنعمل ايه يعني؟ ده ماضي والدفن. بس اكيد الحكايه دي تعباها ومعقدها جدا من الدنيا، خليها كره الحب والجواز والخلفه، وعشان كده قررت انها تبقى من المكرسات. اتحرمنا من الخلفه، ويوم ما جت تريز حبيناها واديناها حناننا وحبنا، في الاخر راحت تترهبن. مش كفايه ما بتجيش الا يوم ولا يومين في الاسبوع زي الطيفه. اشكر ربنا، المهم انها بس تبقى كويسه، برضه مهما كان.
تعرفيش فين الصالح ولا لبيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح لما المصالح تتصالح ما تعرفيش فين الصالح ولا لبيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح انا بس خايف من بكره الخيط يكر من البكره ولاقيكي واخداكي السكره ويقبوا شياطين امبارح ولاد قبلسه وشغلتهم الفتنه والشر حياتهم تجار هذا يخرب بيتهم بيعيشوا عالدم السايح ويبقى الله لا يسيك اتنفسي وبلعيك وصحصح لهم في طريقك الجاي هم من الرايح خلي هلالك وصليلك متعشين حوالين ايدك كده لا ذا مش حيصيبك وتفوتي في الموج الجامح وطول ما جرسك وادانك صوتهم مجلجل في ودانك هتبقي عالية في مكانك وليك عنوان وملامح لما المصالح تتصالح ما تعرفيش فين الصالح ولا لبيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح